أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. احنا بدورنا دور فرقة لكل كيب تاع اليد في اليد، أشكر كل هؤلاء الناس صغيرهم وكبيرهم، كل واحد ليساهم ولو بالدعاء ولو بكلمة طيبة ولو أي شيء، فنحن نشكرهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لو سألت أحد أدنانا وكان سقسيها نقول له وش جابك، يقول لك الخير. يقول لك الخير، احنا جمعنا ربي في هنا في الخير. كل الطرق يا أخوان، كل الطرق مراقبة، السرعة تاعها مراقبة، كل الطرق السرعة تاعها مراقبة، يا 80 يا 120 إلى طريق الخير. ربي قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا وافعلوا الخير. ربي قال: وافعلوا الخير. وإلا جمعنا هنا جمعنا الخير. أول شيء أنا أشكركم كامل، صغير وكبير، ذكر وأنثى، لكل من ساهم في إسعاد هذه العائلة هذه، وإحنا جمعنا الخير. وإن شاء الله دائما 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 ربي يوفقنا ويقدرنا أن نتلقى في الخير. الأمر الثاني يا إخواننا، في الدنيا هذه كل واحد يحط البصمة تاعه، حط البصمة تاعك ومشي، حط البصمة تاعك ومشي، لعلها تلك البصمة تكون لك نجاة يوم القيامة. والله ما تدري وش من حسنة يدخلك الجنة، قسما بالله ما تدري وش الحسنة يدخلك الجنة. وما أحوجنا لهذه الحسنات، يوم القيامة لا دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات. يوم يفر المرء من أبيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد عنده شأن تاعه، يقول لك نفسي نفسي، وإنما هذه الحسنات لا تحوس عليهم. والله الحسنات هذه يوم القيامة تشهد عليك وتشهد على كل واحد ساهم في هذا، في إسعاد هذا الناس، والناس للناس، والخير مازال في الناس، الناس للناس والخير مازال في الناس. هذا الأمر الثاني اللي أحببت أن نذكره. الأمر الثالث اللي هو لا يقل بأهمية من مكان، اللي هو رب العالمين مدح ناس في القرآن الكريم، قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وش هو الأجر تاعهم؟ لهم أجرهم عند ربهم. هذا الوعد الأول. والوعد الثاني: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم، أجرك والله محفوظ عند ربي، والله محفوظ عند ربي، سواء أنفقت ليلا سرا أو علانية، وسواء أنفقت ليلا أو نهارا، ومحفوظ عند الله جل وعلا. شرط واحد اللي هو أخلص نية لله جل وعلا. إذا كانت نيتك خالصة لوجه الله عز وجل، أنفق سرا وعلانية وليلا ونهارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومية، بئر روما، نضع عثمان بن عفان، قال: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال: من يشتري بئر روما ولو الجنة، قال: أنا يا رسول الله. يقولوا لي: هذا عثمان بن عفان تستحي منه الملائكة، دير الخير سرا وعلانية واخلص النية لله جل وعلا، اخلص نية لله جل وعلا، دير الخير سر ليلا أو نهارا واخلص نية لله جل وعلا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا وش أنا نحوسه؟ لا، وش يحوس إنسان؟ الأجر عند الله جل وعلا، جمعنا الخير وجمعنا الأجر عند الله جل وعلا. كما جمعنا هذا في هذا المكان، إن شاء الله يكون مكان مبارك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في جنات عرضها السماوات والأرض، أن يجمعنا في جنات عرضها السماوات والأرض. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء، ويعصمنا من الوباء والوباء، من الربا والوباء، ويعصمنا من الزلازل والمحن، ويرفع عنا هذا البلاء، ونولوا أفضل وأفضل وأفضل. أنا أقول لكم: جزاكم الله كل خير، جزاكم الله كل خير، وأقول في على لسانهم: أحسن الله إليكم، وربي يجعلها ميزان حسناتكم يوم القيامة، وربي يبارك لكم في أموالكم وأولادكم وصحتكم وأهاليكم، وإن شاء الله نتلقوا في ساعة خير، ونتلقوا في مكان خير، ودائما دائما دائما دير الخير، دير الخير ودير الخير.